هلا هلا والله. بما ان هناك some sort of lag في الفلوجز بتاعتي عشان مش بنزل كل يوم، فاخر فلوج كنت في سقارة، الفلوج دوت انا في اكتوبر، فنعتذر عن ذلك. والله هذا ما يعني ما في يعني عشان كده يعني مصر. النهاردة المفروض يوم الجمعة، الساعة دلوقتي 2، النهاردة يعني بالليل كده هنشغل حاجة جديدة كده تنين. This one اللي يعرف ده اسمه Raspberry Pi، دوت كمبيوتر، اصغر كمبيوتر يعتبر شفته لغاية دلوقتي انا في حياتي، يعني ما شفتش اصغر منه. ده كمبيوتر صغير جدا، شايفين قد ايه بالنسبة لايدي. تودو منور البيت يا حبيبي. الشنطة دي ايديها اتقطعت، الستريب من هنا وانا ماشي في الدقي وقعت في الارض باللاب، وقلبي وقع معاها، بس الحمد لله اللاب كويس. يعني انا دلوقتي رايح البلد، اشوفكم هناك. يعني انت ما فطرتش معانا ولا اتغديت معانا؟ ما انا هتغدى افطر معاك وحاضر. وصلت الحمد لله، بس عملت اغبى حركه في الكوكب كله، اكتشفت ان انا جيت ونسيت اجيب معايا شحن اللابتوب. جيتوا عند انس ونور خونة. مش عارف هعرف اشغل النهارده الكمبيوتر الميني جدا ده ولا لا. عبد الله صديقي، على فكره هو كان فاصل ليه؟ عارف فواتير، عارف فواتير في دي ديت اساسا. هتجي اكتوبر امتى؟ قريبا قريبا. لا انا عايزك تجي لي يوم. وات ده كمبيوتر كامل يا راجل. الحقير ده. بص الجلابيه لسه كده، انا مش خليجي فلبست الجلابيه مش شالوه. انت جميل ليه؟ ايه الخمسة دولار يعني هما اللي هيفرقوا؟ لا نجيب تاني. هاكل واجي. ايوه انا اكلت خلاص الحمد لله. عايز اشوف حوار لموضوع الترانزيشن ما بين الكليبات، يعني انا دلوقتي قلت ان هاكل واجي ما صورتش الاكل مثلا، فعايز اشوف موضوع الترانزيشن ده، احط فلاش ابيض مثلا زي ده ما بين الكليبات بعد كده، وايه رايكم؟ في بقى دلوقتي حاجه محيراني التنين، هي محيراني درجه التنين الازرق. اليوتيوب بيختار الثامنيل بشكل جامد فحت، بيختارها على عنوان الفيديو، ما اعرفش ازاي بيجيبها. زي مثلا الفيديو ده مثلا انا مسميه سيجاره بانجو، اللي حاجه ما تتعلقش، حاجه صغيره جت كده في النص فسميته سيجاره بانجو. ليه هو اختار شكلي وانا كني بشرب سيجاره؟ جابها منين اصلا؟ كنت بتكلم فيها وبقول رقم 2 مش بقول سيجاره، ف يا خايس جابني اكني حاطط ايدي على دماغي من فوق كده بقول يعني دوت اللي جنبه ده نصب عليا، اكني بتكلم في تليفونه وبشوف النصب. جايبها بالظبط هنا فرح الشيخ، جايبني مع حازم، يعني ما طلعتش مع حازم غير مرتين تقريبا في الفيديو كله. يعني انا الاول كنت بختاره وانا بعمل ابلود للثامنيل، بعد كده فكست هنا، جيت بقى بدات ايه اسيبه هو يحط اللي هو عايزه، فلقيته بيحط حاجات حلوه، يعني هو اوريدي بيحط حاجات حلوه. ماشي ندور. طيب لقيته على موقع كوره، اللي ما يعرفش موقع كوره هشرحه. يعني الراجل بيقول ان هو بيتشوز ثلاثه بس، الثلاثه دول بيزد على التايم اونلي، يعني مش بيزد على حاجه ثانيه بس، ف هو الطبيعي هو بيتشوز ثلاثه وانت تختار منهم واحده بس، الثلاثه دول اللي هو بيحطهم لك ريكومنديشن. انا الصراحه مش مقتنع بكده خالص، يعني انا مش مقتنع بده اطلاقا. اللعبه هيفصل شحن ثاني احسن. ايه هو موقع كوره؟ طيب هو دوت موقع كوره، لسه بعمل لوجن، بس هو بتاع اسئله واجابات، يعني اي حد بيدخل يسال السؤال اللي هو عايزه وبعد كده الناس بتخش تجاوب عليه، بس مختلف شويه في موضوع الاجابات. الاجابات الصح الناس بتديها زي فيريفاي او بتديها ان هي صح، الناس بتقول ان الاجابه دي صح، فلما الناس كتير تقول ان الاجابه دي صح الاجابه دي هي بتتفيريفاي او بتطلع في الاول. ده اللي فهمته يعني، انا اصلا مش بدخل عليه كتير، انا قعدت اقرا عنه شويه كده على النت. موقع اسئله عادي جدا مفتوح للناس كلها، بس الفكره ان الاجابات اللي عليه هي اجابات شويه ليها مصداقيه، علشان الناس بتقول ان هي دي الاجابه الصح، فلما الناس كتير تقول هي دي الاجابه الصح فخلاص معروف ان دوت الاجابه الصح، عشان ناس كتيره اكدت ان هو ده الصح، فتدخل تاخد الاجابه وانت واثق ان هي دي الصح. طبعا لو معلومات الناس مبنيه على حاجه غلط وهم قالوا ان ده الصح ودوت اصلا مش صح، فانت هتلبس، بس نسبه قليله. هحط لكم اللينك بتاعه تحت اللي عايز يخش يبص عليه، وكان حازم الصديق شرحه في فيديو كده برده زمان قوي، هخش ادور عليه برده واحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت برده تبص عليه. سيلكت هنا الكاتيجوريز اللي انت عايز تشوف الاسئله بتاعتها، انا مثلا هسيلكت كاتيجوري عن التكنولوجي وعن البيزنس وعن الفود وعن
في 335 اجابه على السؤال دوت، هنا 36000 عاملين له اب فوت، فهو بقى هو خلاص دوت احسن اجابه. بس موقع حلو جدا. اظن انا هنهي الفلوج على هنا علشان الكاميرا هتفصل شحن واللابتوب هيفصل شحن. انا حياتي كلها دلوقتي عباره عن كده، ملناش نصيب نشغل ده النهارده. بس انا اوعدكم فعلا ان احنا هنشغله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك دلوقتي. ايه